تقولي جبت لك صفط شوكولاته سويسري من سويسرا شكر زاكي بشاهي شوفي غبي افتحي هذا لك عشان انا بحبك خيطه احسنك فوزي ماما شكرا تعينا من هون بينفع كمان تفتحي ايوه بالضبط افتحي محلان واو فوزي ماما شكرا هاي الشوكولاته دي كلها لان كلها مسكينه لا انت انا بدي تاخدي تاكلي انت القلب عشان انا بحبك خيطه عنجد انا بحب هذا زاكي لا زاكي لا زاكي كثير فوزي ماما بتحبك مسكينه تستاهل انت انا بحبك انا بحبك كثير صح وهنا وهنا زاكي طبعا مرحبا فوزي ماما توتي اهلين عفو عدي هلا شو عم تاكلوا شو عم ناكل يعني شوكولاته شو عم ناكل شوكولاته مش شايفه في شوكولاته هون يعني زاكي كثير زاكي طيب قديش حقها قديش حقها هالقد وهالقد 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 هيك هالقد حقها هالقد طب منين جبتوها؟ وين هي؟ أنا سافرت على سويسرا جبت الصفط لأختي حبيبة قلبي عشان بحبها من سويسرا بعيد طب بنفع طعمونا؟ لا طب شوي صغيرة لا صغيرة 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 لا 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 طيب ولا ايش رح اسوي شيء كل مره بيش عم يشغل انا شو قد لك كده عشان انا اعبر لك على قد ايش انا بحبك مدى حبي لك يا خيته هالقد كلفني هالقد كلفني هيك كلفني مصاري هيك هيك كلفني طيب خلص طيب ما احنا تقولي كيف ربحنا انا في الشوكولاته مسكار الشوكولاته مسكار معليش يا انسه جبت لك شوكولاته كتير غالي حقها هالقد وهالقد من سويسرا وانا حاب قلتك اياه عشان انا بحبك وحبيتك من اول نظره تفضلي صفات الشوكولاته هذه لك صحه وهنا بتحبونا؟ بتحبوا ضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص